السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ونبيه ومصطفاه السراج المنير والبشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تجعل بيننا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملًا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أما بعد أيها الأحبة، فحياكم الله في هذه الليلة الطيبة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين. شكر الله لكم حضوركم وإصغاءكم وتشريفكم لنا في هذا الجامع. شكر الله للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد توعية الجاليات بجنوب جدة. شكر الله للجنة العلمية بجامع طيبة هذا الجامع المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما يقدمون بركة لهم في أموالهم وأولادهم وذرياتهم ونياتهم، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجه الله جل وعلا. أيها الأحبة، لما بعث حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم كذبه كفار قريش وناوؤوه وعادوه واتهموه، فقالوا ساحر، وقالوا كاذب، وقالوا مجنون، قالوا كاهن، إلى غير ذلك من الأساليب والطرق التي اتخذوها مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أساليبهم وطرقهم أنهم أرسلوا اثنين من كبارهم إلى أحبار اليهود في المدينة، أرسلوا النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط، وهم من كبار كفار قريش، أرسلوهما إلى أحبار اليهود في المدينة، فقالوا اسألوهم عن هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي، هل تجدون شيئًا في توراتهم تقدحون بها في دينه وفي رسالته وفي نبوته؟ فذهب الاثنان إلى أحبار اليهود في المدينة فسألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل وجدوا شيئًا في توراتهم المحرفة يقدحون به في نبوته عليه الصلاة والسلام وفي رسالته. فأخبرهم أحبار اليهود وردوا عليهم فقالوا اسألوه عن ثلاثة أشياء، فإن أجابكم فهو صادق، وإن لم يجبكم فهو كاذب متأول وحاشاه عليه الصلاة والسلام. اسألوه عن فتية حصل لهم، قصة غريبة في زمان مضى. اسألوه عن ملك طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها، واسألوه عن هذه الروح ما كنهها، ما حقيقتها، فإن أجابكم فهو صادق، وإن لم يجبكم فاعلموا أنه كاذب. فعاد الاثنان إلى قومهما وأخبروهم بالخبر، فذهب كفار قريش إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذه الثلاثة الأشياء، فقال لهم عليه الصلاة والسلام سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فاحتبس الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوماً وليلة، وبدأ كفار قريش يخوضون في عرضه عليه الصلاة والسلام ويقولون انظروا إلى هذا الكاذب، له 15 يوماً وليلة لم يأتنا بهذا الخبر، وهو قال سأخبركم غدا. وبدأوا يخوضون في عرضه عليه الصلاة والسلام، فأصابه الهم والغم. ثم بعد 15 يوماً وليلة نزل جبريل عليه السلام بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه سورة الكهف، وأنزل عليه أيضاً آيات من سورة الإسراء. أما سورة الكهف فأنزل فيها خبر هؤلاء الفتية، المقصود بهم أصحاب الكهف، وأنزل أيضاً خبر الرجل الصالح الذي هو الملك الصالح ذو القرنين،
وأنزل في سورة الكهف الجواب على السؤال الثالث، وهو يسألونك عن الروح في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنزل عليه الله جل وعلا أيضا عتابه، أنزل عليه عتابين. العتاب الأول قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيش؟ إلا أن يشاء الله. والعتاب الثاني قال الله فلعلك باخع، أي لعلك مهلك نفسك، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهذا هو سبب نزول سورة الكهف كما جاء عند المفسرين. هذه السورة العظيمة سورة الكهف من أعظم آيات أو سور القرآن ومن أفضلها، ولها فضائل كثيرة. جاء فيها أن من قرأها يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين، في بعض الروايات وزيادة 3 أيام. وجاء فيها أيضا أن من قرأها سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء، كلها حديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء فيها أيضا أن من قرأ فواتح سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. وجاء أيضا من قرأ خواتم سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. وجاء فيها أيضا أحاديث أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم فضائل هذه السورة أن من حفظ أوائلها أو أواخرها عصم من فتنة المسيح الدجال. قد يسأل سائل ويقول ما علاقة سورة الكهف بفتنة المسيح الدجال؟ ذكر المفسرون علاقة واضحة في السورة، فقالوا سورة الكهف نزل فيها 5 قصص. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين، والقصة الثالثة قصة موسى عليه السلام مع الخضر، والقصة الخامسة أو الرابعة قصة الملك الصالح ذي القرنين. باقي قصة واحدة، من يعرفها؟ جاءت في آية واحدة. لا لا، قصة. قال الله وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربي. هذه قصة في آية واحدة. هذه 5 قصص في سورة الكهف. كل قصة من هذه القصص تمثل فتنة من الفتن قد أقع فيها أنا وأنت، قد نفتن في ديننا كما فتن أصحاب الكهف هؤلاء الفتية، كما فتن هؤلاء الشباب الصالحون. فما المخرج؟ بيّن الله لك في سورة الكهف كيف إذا فتنت في دينك كيف تخرج من فتنة الدين. ثم تأتي للقصة الأخرى، قصة صاحب الجنتين. رجل آتاه الله خيراً وآتاه الله مالاً، ففتن بماله فكفر بالله. يبين لك القرآن في هذه الفتنة كيف إذا فتنت بالمال كيف تنجو منه. ثم تأتي فتنة الاستجابة لأوامر الله، هل تستجيب لأوامر الله أم لا؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه فتنة إبليس لما أمره الله أن يسجد لآدم فأبى. القصة الرابعة هي قصة موسى عليه السلام على الخضر. قام موسى عليه السلام خطيباً في بني إسرائيل، فجاءه رجل فقال يا موسى من أعلم أهل الأرض؟ قال موسى عليه السلام أنا، ولم يقل الله أعلم. فأرسله الله إلى الرجل الصالح وأصح الأقوال أنه نبي وهو الخضر عليه السلام، حتى يعلم أن علمه وعلم الخضر في علم الله لا يساوي شيئاً. حتى أن موسى عليه السلام والخضر لما ركب في السفينة جاء عصفور ونقر نقرة في البحر، فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور في هذا البحر. هذه فتنة إيش؟ فتنة العلم. قد يفتن أي واحد منا بالعلم، يكون عنده علم، ليس بالضرورة أن يكون علم شرعي حتى في غيره، لكن المقصود في هذه الآيات هو العلم الشرعي. فتنة الملك الصالح ذي القرنين وهي الفتنة الخامسة، فتنة الملك والإدارة والتصدر والإمارة، وإذا وليت على أناس كيف تفعل مع هذه الفتنة. فبين الله لنا في هذه القصص 5 هذه المخارج
كل قصة من مخرج منها إذا فتنت. نفس هذه الفتن الخمس يأتي بها المسيح الدجال إذا نزل في آخر الزمان. طبعا المسيح الدجال أيها الأحبة سيخرج متى؟ من يعرف؟ متى تعرف بالتاريخ؟ ما أحد يعرف، لكنه سيخرج في أمتنا لا محالة. هل سندركه أم لا؟ هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لكن المسيح الدجال الآن حي، كما في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه، وأنه قابله وسأله عن بعض الأشياء الموجودة، سأله عن بحيرة طبرية، وسأله عن نخل بيسان، وسأله عن محمد صلى الله عليه وسلم هل بعث أم لم يبعث. فالمسيح الدجال موجود وموثق في جزيرة من الجزر الآن، أين هو؟ لا نعلم، الله أعلم، لكنه سيخرج في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا محالة. المسيح الدجال فتنته أعظم فتنة أنزلها الله جل وعلا على الخلق منذ أن خلق آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وما من نبي إلا وحذر أمته من فتنة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه حتى قال أصحابه حتى ظننا أنه في طائفة النخل، حتى أنه على حدود طيبة الطيبة. والمسيح الدجال يأتي بفتن عظيمة يا إخوة لا يتصورها العقل ولا يدركها. من الفتن الذي يأتي بها أن الله جل وعلا ينشئ له جبالا من خبز، خبز جبال عيش نعمة من الله جل وعلا، وأنه يأتي إلى الأرض فيأمرها أن تنبت نباتها فتنبت، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، وأنه يذهب إلى الدار الخربة إلى البيت الخرب وفيه كنوز فيأمر الكنوز أن تخرج فتخرج تشق الأرض ثم تتبعه كيعاسيب النحل أي كجماعة النحل. وكل هذه أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من فتنه أنه طبعاً هو الفتنة العظيمة التي جاء بها المسيح الدجال أنه يصد الناس عن دينهم ويأمرهم أن يعبدوه ويكفروا بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الدجال أعور ومكتوب بين عينيه كافر كافارة يقرأها الأمي وغير الأمي. وذكر عليه الصلاة والسلام من فتنته أنه يأتي إلى رجل فيقول له إذا أحييت أباك وأمك، أبوه وأمه ميتان، فيقول إذا أحييت أباك وأمك هل تتبعني؟ فيقول نعم، فيتمثل الشيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان له اتبع المسيح، فيكفر بالله ويؤمن بالمسيح والعياذ بالله. من فتنته أن معه جنة ونار، فالذي يؤمن به يدخله جنته فيدخل النار والعياذ بالله، والذي يكفر به ويؤمن بالله يدخله ناره وناره جنة. يأتي شاب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الأحاديث الصحيحة الثابتة أنه يخرج شاب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الشاب يتميز بميزة واحدة، وهي هذه الميزة من أعظم أسباب النجاة من الفتن، الفتن الكبرى والصغرى عافانا الله وإياكم، وهو أن هذا الشاب طالب علم يحفظ الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال، ويعرف أن الدجال يرى في الدنيا وأن الله لن يرى إلا في الجنة، ويرى الكتابة على جبينه كافر كفر أو كافر. فيأتي هذا إذا سمع بالمسيح الدجال أنه خرج يأتي حتى يجد مسالح اليهود، مسالح المسيح الذين هم 70,000 من يهود أصبهان. أصبهان هذه فين؟ في حارة يقال لها حارة اليهود، والحارة هذه موجودة الآن وفيها معابد لهم ويعيش فيها اليهود، موجودة الآن في وقتنا هذا. سيخرج منها 70,000 عليهم التيجان، في بعض الأحاديث عليهم الطيالسة نوع من أنواع الثياب، فيتبعون المسيح الدجال وهم الذين يدافعون عنه. فيأتي هذا الشاب فيقابل المسلحين مسالح اليهود مسالح الدجال مسالح المسيح، اليهود المسلحون الذين معه يقابلهم هذا الشاب، فيقول لهم أين المسيح الدجال؟ قالوا ربنا. قال أين المسيح الدجال؟
قال هو في المكان الفلاني، فيذهب له فيقول له: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا بك نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول للناس الذين قد اجتمعوا على هذا الشاب وهو يكذب المسيح، يقول لهم: لو قتلته ثم أحييته هل تؤمنون بي؟ فيقولون: نعم. فيأتي فيشقه نصفين، يقطعه نصفين، يقتله قتلا حقيقيا ليس كالأول الذي قبله، ويحييه ليس كالأول الذي أحيا أبا وأمه، لأن ذلك الشيطان يتمثل في صورة أبيهم، لكن هذا يقتله ويشقه نصفين ويمشي بين قطعتيه حتى يبين لهم أنه مات وأنه قتله حقيقة، ثم يأمره أن يعود فيلتحم ويعود ويقوم مرة أخرى فيحييه فتنة للناس. الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت، لكن الله يؤتي من يشاء هذه القدرة، ومنها أنه آتى من؟ عيسى بن مريم، أنه يحيي الموتى بإذن من؟ بإذن الله. فيعطي الله جل وعلا المسيح الدجال ليفتن بها الناس ويختبرهم، فيقوم هذا الشاب مرة أخرى فيقول: والله ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. فيأتي يريد أن يقتله فلا يسلط عليه، فيحمله على ظهره ثم يرميه في ناره فيدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو أفضل الشهداء عند الله. الذين يتبعون المسيح الدجال ثلاثة أصناف: العرب، العجم، والأعراب، والنساء. العجم لأنهم لا يتكلمون العربية ولا يحفظون أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيأتي هذا الأمر غريب عليهم فيؤمنون بالمسيح ويتبعونه لجهلهم. كذلك الأعراب لأنهم بعيدون عن الحضارة وبعيدون عن مجالس الذكر وبعيدون عن مجالس القرآن والسنة، فيتأثرون بهذا ويتبعون المسيح. وأيضا النساء، لماذا تتبعه النساء؟ لا بس لماذا يتبعون المسيح؟ لضعفهن، ضعف المرأة ضعيفة يا أخي، ليست كالرجل. الرجل يعني قلبه جامد ويستطيع يتحكم في عواطفه، المرأة تتأثر مباشرة فهي ضعيفة، الله خلقها ضعيفة، فتتأثر بالمسيح فيتبعه كثر من النساء. حتى جاء في الحديث أن الرجل يذهب إلى بيته فيربط حميمته، من هي حميمته؟ زوجته، ويربط عمته، ويربط خالته، ويربط أخته، يوثقهم حتى لا يتبعون المسيح الدجال عافانا الله وإياكم. فهذه الفتن كلها يأتي بها المسيح الدجال، بفتنة المال وفتنة الملك، لأنه يملك هذه الأرض كلها، يملك الكرة الأرضية كلها، ويطوفها كلها في 40 يوم، يطوفها كلها في 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كأيامكم، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلا إنه لا يدخل إلى 4 مساجد، لا يستطيع أن يدخلها: المسجد الحرام، ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ومسجد مسجد الطور. مسجد جاء في الحديث أنه لا يدخل هذه المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ومسجد الطور. حتى جاء في الحديث أنه إذا أراد أن يدخل مكة والمدينة وجد الملائكة مسلطة أسيافها على أنقاب المدينة. ما هي هذه الأنقاب؟ الله أعلم. هل هي الأنفاق الموجودة في المدينة ومكة أم غيرها؟ الله، لكنهم على مداخل مكة والمدينة يحرسونها فلا يستطيع أن يدخلها المسيح الدجال. ثم تحدث رجفة، الله أعلم هل هي هزة أم غيرها، فترجف المدينة ومكة فتخرج خبثها، تخرج المنافقين الذين يعيشون فيها، ولا يبقى فيها إلا المؤمنون الخلص، جعلنا الله وإياكم منهم. فيأمن أهل مكة والمدينة من دخول المسيح الدجال إليها، ويأمن من دخل إلى المسجد الأقصى وإلى مسجد الطور. هذه القصص أيها الأحبة، قصص سورة الكهف، من أعظم القصص هي قصص القرآن بلا شك ولا ريب. نحن نقص عليك أحسن القصص،
وهذه القصص لا يدخلنا في قلوبنا شك ولا ريب أنها قصص حقيقية. ومن الذي أخبرنا بها؟ أخبرنا بها الله جل وعلا، ونزل بها القرآن. من أعظم قصص سورة الكهف قصة هؤلاء الفتية أصحاب الكهف، وهي تمثل فتنة قد نقع فيها كلنا، قد يقع فيها أي واحد منا، وهي الفتنة في الدين. ولا أظن أيها الأحبة أننا قد مر بنا فتن منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأيام أعظم أو أشد من الفتن التي نمر بها في هذه الأيام، فتن الشهوات وفتن الشبهات. الشهوات انفتحت على أبوابها من كل جاءتنا من كل حدب يصب، فتن الشبهات الله المستعان، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الفتن: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أسأل الله العفو والعافية. حتى نبيكم صلى الله عليه وسلم خرج هو أصحابه يوم من الأيام على أطم من أطام المدينة، والأطم هو المكان المرتفع، فقال إلى أصحابه: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني لأرى الفتن من خلال بيوتكم كمواقع المطر أو كوقع القطر. المتحدث منه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والمخاطب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. والزمان هو خير الأزمنة وخير القرون، الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني. فكيف لو رأى زماننا عليه الصلاة والسلام والفتن؟ وصدق عليه الصلاة والسلام، فإن الفتن خرجت من بيوت أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في المدينة. لما قتل عمر بعدها بدأت فتنة الخوارج وفتنة الرافضة الباطنية، خرج عبد الله بن سبأ اليهودي وقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه شهيد القرآن، وبعدها قتلوا عليا رضي الله عنه وأرضاه. ثم بدأت الفتن التي انتشرت من كل مكان، بدأت من المدينة من بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعونا أيها الأحبة في هذه الليلة، لن نستطيع أن نحيط بهذه القصص كلها الخمس، لكن دعونا نقف مع القصة الأولى، قصة هؤلاء الفتية أصحاب الكهف. طبعاً يا إخوة، في كلام لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه جميل جداً جداً، وهو ميزان حذيفة. أنا أقول هذا الميزان يجب أن يعرض كل واحد منا نفسه على ميزان حذيفة رضي الله عنه، ويرى هل هو قد فتن في هذا الزمان أم لم يفتن. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما سألوه عن الفتن وكيف أعرف أني فتنت أم لم أفتن، قال: إذا أنكرت ما كنت تعرف، إذا أنكرت ما كنت تعرف أو عرفت ما كنت تنكر فاعلم أنك قد فتنت. ثم قال: وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. ماذا يقصد هذا؟ ماذا يقصد بهذا؟ يعني ماذا يقصد بهذا الكلام حذيفة رضي الله عنه؟ يقصد أنك كنت ترى شيئا قبل 10 سنوات، قبل 15 سنة، قبل 20 سنة كنت تراه حراما، ثم عرفته الآن فأصبح حلالا. ما الذي تغير؟ هل جاء دين جديد؟ هل بعث نبي جديد؟ هل أننا فتنا في أنفسنا؟ والواقع كثير، يعني لا يحتاج أني أطرح لكم أو يعني أذكر لكم أمثلة، الأمثلة واقعية، ترى أمورا أو كثيرة كنا نراها حراما فيما مضى أصبحت الآن من المباحات، بل أصبح ينكر على من ينكر. والثانية قال: أن تنكر ما كنت تعرف، كنت ترى شيئا حلالا وأصبحت اليوم تراه حراما، ما الفرق؟ هل تغير شيئا؟ فيقول: إذا كنت ترى شيئا حراما ثم الآن أصبحت تراه حلالا، أو كنت ترى شيئا حلالا ثم أصبحت الآن تراه حراما، فاعلم أنك قد وقعت في الفتنة. فليزن كل واحد منا نفسه في هذا الميزان. أصحاب الفتية أيها الأحبة، شباب ولا كبار؟ إيش معنى فتي؟ الفتي هو الصغير، قالوا هو الصغير من الظأن، وهو أيضا الفتي هو الشاب، هم شباب فتي. كانوا يعيشون في مملكة كان ملكها كافر، كان ملكها كافرا، وكان يأمرهم بعبادة غير الله، فآمن الناس كلهم معه وكفروا بالله إلا هؤلاء الفتية. من الذي هداهم؟ هداهم الله الهادي سبحانه وتعالى، فعلم بهم هذا الملك أنهم على غير دينه،
فجاء بهم هذا الملك وهددهم وساومهم على دينهم، ثم أعطاهم مهلة، إما أن يرتدوا عن دينهم وإما أن يقتلهم. كيف كان القتل في عهدهم؟ من يعرف كيف كانوا يقتلون؟ كيف كان القتل؟ جاء في الآيات، في آيات هذه القصة أن عندهم طريقة معينة في القتل يقتلون بها، ما هي؟ قال الله إنهم إن يظهروا عليكم إيش؟ يرجموكم. والقتل بالرجم من أشد أنواع القتل، ولذلك ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما اعترف بالزنا ثم أقيم عليه الحد وبدأ الصحابة يرجمونه، هرب ماعز رضي الله عنه وأرضاه لما شعر بألم القتل وألم الحجارة، مع أنه هو الذي جاء بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، لكن الله المستعان، من يتحمل الحجارة وهي تضرب فيه بالقوة وترضخ رأسه وتكسر عظامه، فهرب لما أحس بألم الضرب وألم القتل، فتبعه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرماه بحجر كبير فقتله، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه، عليه الصلاة والسلام. فالرمي أو القتل بالرمي بالحجارة من أشد أنواع القتل، فخافوا على أنفسهم فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططا. ما معنى شططا؟ أي أمرا بعيدا عن الحق. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أمرهم الله جل وعلا أن يعتزلوا هذه المملكة الكافرة وأن يفروا بدينهم، فهربوا. كم كان عددهم؟ سبعة. طيب، فيه أقوال أخرى، قال الله جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ثم قال الله بعدها: ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من القليل، يعني من القليل الذي يعرفون عددهم. قالوا: كيف يا ابن عباس؟ قال الله جل وعلا يقول: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني ليس عندهم دليل. ثم قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل رجما بالغيب، فهم سبعة وثامنهم كلبهم. ولا يهمنا العدد، ولا يهمنا أسماءهم، ولا يهمنا لون الكلب الذي كان معهم، ولا اسمه، ولا يهمنا الكهف وأين مكانه وصفته، لأن لو كان هناك مصلحة لذكرها الله جل وعلا في كتابه. لكن المقصود من قصتهم وما العبر والفوائد التي نستفيدها من قصتهم، هرب هؤلاء السبعة ومعهم كلبهم، ولجأوا إلى غار أو إلى كهف. مو بغار؟ ما الفرق بين الغار والكهف يا إخوة؟ في القرآن جاء ذكر الغار وذكر الكهف، ذكر الكهف في سورة الكهف، صح؟ طيب، ذكر الغار أين جاء؟ في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الغار يا إخوة لما دخله حبيبكم صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، نظر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه إذا بفرسان المشركين قد اقتربوا من باب الغار، فخشي وخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فالغار بالكاد كفى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، لكن الكهف واسع السبعة، فدل ذلك على أن الغار صغير. من رأى منكم غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر؟ غار ثور صغير، صغير. ف يعني وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بالكاد أن وسعهم، لكن الكهف كبير، لذلك وسع السبعة، وما كانوا يعني نائمين فيه نوم عادي، بل كانوا يتقلبون، سترون الآن في الآيات كيف كان يقلبهم الله جل وعلا، فدل ذلك على أن الكهف كبير. أواهم الله إلى هذا الكهف، فلما دخلوا إلى الكهف ناموا. كم ناموا؟ ها؟ كم؟
أكيد أكيد. بس مصدقين أنتم من عمرهم 309 سنوات؟ ها؟ نصدق لأنه جاءنا القرآن، لو لم يخبرنا الله بهذا الخبر ما صدقنا، لكن جاءنا الخبر الصحيح في كتاب الله أنه نام 309 سنوات، والله على كل شيء قدير سبحانه. إنما أمره إذا قضى، إنما أمره إذا قضى أمرا، إذا أراد أمرا إنما قال له كن فيكون، أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه. لا إله إلا الله، الله قادر على كل شيء. فناموا 309 سنوات، وهيأ لهم الله جل وعلا أسبابا عظيمة لحفظهم في هذا الكهف، لأنهم ضيوف من؟ ضيوف الله جل وعلا، الله الذي آواهم إلى هذا الكهف. قال الله جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري بهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ثم قبلها قال الله جل وعلا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لماذا يقلبهم الله جل وعلا؟ لماذا يتقلبون؟ لماذا لا يبقون على هيئة واحدة؟ هناك مرض يعرفه أهل الطب اسمه القرحة السريرية، اسمه القرحة السريرية. هذا المرض يحصل للذي ينام فترة طويلة على وضع واحد، كمن ينام على ظهره كالذين في المستشفيات وفي العنايات. ورأيت بعضهم أنا لما غسلناهم في مغاسل الأموات، وقد يعني ماتت خلايا ظهورهم وقد اسودت، عافانا الله وإياكم. فإذا نام على هيئة واحدة على وضع واحد الدم يحبس فلا يصل إلى هذه الخلايا، إلى الظهر. لو نام على جنبه ربما ما يصل إلى الجنب، لو نام على جنبه الأيسر ربما ما يصل إلى الجنب، لو نام على بطنه ربما ما يصل إلى خلايا البطن، لأن الدم يقف مضغوط عليه ولا يتحرك إلى الجهة هذه. فالله يقلبهم حتى يتحرك الدم في أعضائهم. قال الله جل وعلا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وإيش؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ما هو الوصيد؟ أهل التفسير على قولين. القول الأول أن الوصيد هو الفناء، فناء الفناء الذي أمام الغار، الذي أمام الكهف. والقول الثاني أنه الباب، والأقوى أنه الباب. لماذا؟ قال الله جل وعلا: إنها عليهم إيش؟ مؤصدة في عمد ممددة. ما هي المؤصدة؟ الأبواب. والوصيد هو الباب، الوصيد هو الباب. والصحيح أن الكلب أنه عند الباب في الفناء، أنه عند الباب في الفناء. طيب لماذا لا يدخل الكلب معهم؟ لماذا لم يدخل الكلب معهم؟ لثلاث فوائد، ثلاث فوائد. الفائدة الأولى حتى يحرسهم، الفائدة الأولى حتى يحرسهم. الفائدة الثانية من يعرف؟ أحسنت، بارك الله فيك. الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، فيه كلب ولا صورة. فلو أن الكلب دخل معهم في الكهف لما اعتنت بهم الملائكة، لأن الملائكة لن تستطيع أن تدخل الكهف والكلب معهم. ولذلك يا إخوتي حتى الصور تمنع دخول الملائكة من البيوت، الصور خاصة المجسمة التي فيها أشكال قريبة من الواقع من الحقيقة، هذه مشكلة، قد تحرم من دخول الملائكة لبيتك بسبب هذه الصور المجسمة، بسبب هذه الصور المجسمة. هذه الفائدة الأولى أنه يحرسهم. الفائدة الثانية أنه لا يدخلها. الفائدة الثالثة من يعرفها؟ هذه الأولى، الأولى حراسة الكهف. الفائدة الثالثة قلنا الفائدة الأولى حراستهم، الفائدة الثانية لا تدخله الملائكة، الفائدة الثالثة لأجل أن يجلس هذا الكلب فلا أحد يستطيع أن يقرب هذا الكهف، لا يستطيع أحد أن يقرب هذا الكهف ويفر من الكهف كلما وصل إليه. والله جل وعلا ذكر أيضا فقال: وتحسبهم أيقاظا وهم إيش؟
وهم رقود. كيف أيقاظ وهم رقود؟ كيف؟ من يفسر لنا؟ أعينهم مفتحة طول الوقت، إيه تفتح وتغلق، تفتح وتغلق. العلماء علماء الإعجاز العلمي المعاصر يقولون أن أعينهم لو كانت مفتوحة طول الوقت لتعفنت وماتت، ولو كانت مغلقة طول الوقت لتعفنت وماتت. فهي ترمش، لماذا ترمش؟ حتى يتحرك هذا السائل الملحي في العين، فيحفظهم الله ويحفظ أجسادهم ويحفظ أعينهم. بعد 309 سنوات استيقظوا. طبعاً قال الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من الكهف. معه بابان، باب من جهة وباب من جهة، ايش رايكم في كلام الحبيب؟ يقول باب من جهة الشرق وباب من جهة الغرب. لو ان البابين من جهة الشرق والغرب لطلعت عليهم الشمس واصابهم نورها من الصباح الى العشي، وطلعت ايضا من المغرب واصابهم ايضا نورها وشعاعها من البابان من جهة الشمال ومن جهة الجنوب، ولذلك ياتيهم شيء. قال الله: واذا طلعت تزاوروا، وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا، ما معنى تزاوروا؟ تميل عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يأتيهم شيء من نورها. ما فائدة الشمس؟ الشمس كما تعلمون في الإعجاز العلمي الحديث فيه فيتامين، أشعة الشمس فيها فيتامين اسمه فيتامين دال. فيتامين دال هذا هو من أهم الفيتامينات لحفظ جسم الإنسان، فكان يأتيهم شيء من أشعة الشمس يعطيهم هذا الفيتامين ويحفظ به أجسادهم. استيقظوا بعد 309 سنوات. أول ما قاموا إيش أول سؤال سألوه؟ كم لبثتم؟ قالوا كم لبثتم؟ كم لنا نائمين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لماذا لم يقولوا لبثنا يومين أو ثلاثة أو أربعة؟ يقول المفسرون أنهم دخلوا إلى الكهف في الصباح في الغداء، واستيقظوا في العشي بعد 309 سنوات في آخر النهار، فظنوا أنهم ما لبثوا إلا يوم أو بعض يوم. دخلوا في الصباح واستيقظوا بعد 309 سنوات في العشي في آخر النهار، فظنوا أنه ما لبثوا إلا يوم أو بعض يوم. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. يعني هذا الكلام ما منه فائدة، نحن الآن جوعانين صح ولا لا؟ كم لهم ما أكلوا؟ 309 سنوات. قالوا نحن الآن جوعانين. قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قال فابعثوا أحدكم، ما راحوا كلهم صح؟ ليش؟ إذا مسك مسك واحد صح ولا لا؟ ما يمسكون كلهم، واحد ما حد يشك فيه، لكن لو راحوا السبعة كلهم شكلهم مريب، واحد الحالة بخفية يعني بأسلوبهم، كانوا يظنون أنهم لا زالوا في عهد الملك الكافر. وأيضاً قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم. ما هو الورق؟ نقود الفضة، وهذه النقود كان مضروب عليها ومسكوك عليها صورة الملك الكافر هذا واسمه والتاريخ الذي كان يعيش فيه. قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. إيش؟ ايش معنى ازكى طعاما؟ زي ايش يا شيخ؟ يبغون مندي ها؟ ما يبغون تميس فول صح ولا لا؟ ايه قالوا ازكى طعاما، حتى هذا اللفظ استخرج منه المفسرون انهم كانوا ابناء اغنياء، كانوا اصحاب هيئات يعني عندهم، فتعودوا على الطعام الزكي، تعودوا على المفطحات صح ولا لا؟ تعودوا على اللحم المشوي، تعودوا على الاكل الطيب، ما أخذوا لهم تميس فول ولا طعمية ولا صح ولا لا؟ أخذوا لهم أكل يعني زكي. أيوة أزكى طعاما فليأتكم إيش؟ يعني لا يجيب لنا حاجة كثيرة، لا يسرف، يأتكم برزق منه ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم إيش؟ يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. دخل هذا الشاب إلى السوق، وإذا بالسوق قد تغير، لكن لا بد أن يأتي بطعام، فأشترى طعاماً وأعطى البائع نقوداً، فظن البائع أنه قد وجد كنزاً لأن هذه النقود قديمة،
فجمع عليها للسوق ثم ذهبوا به إلى الملك. الملك هذا الذي جاء بعد 300 سنوات كان ملكا مؤمنا، فعرف قصتهم هذا الملك. ود عندي جائزة يا شيخ كذا فخمة أعطيها اللي يجيب على السؤال هذا. كيف عرف الملك هذه القصة؟ كيف عرف قصتهم؟ قال الله جل وعلا، لا قال الله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ما هو الرقيم؟ الرقيم هو كتاب أو لوح مرقوم فيه أسماء هؤلاء الفتية وتاريخ خروجهم، وتداوله الملوك ملكا بعد ملك حتى وصلت إلى هذا الملك المؤمن، لأنهم خرجوا ولم يعثروا عليهم. فعرف الملك بأسمائهم وعرف قصتهم وعرف أنهم لهم 309 سنوات وهم في نوم، وهذا من آيات الله جل وعلا. قال الله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا إيش؟ أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. كان الناس في ذلك الوقت ينكرون البعث، كان عندهم شك في البعث، فأرسل الله إليهم هذه الآية حتى يروا قدرة الله جل وعلا في هؤلاء الفتية الذين أماتهم الله جل وعلا أو أنامهم 309 سنوات. قال الله جل وعلا: كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذا تنازعون بينهم أمرهم. طبعا دخل هذا الشاب إلى الكهف ثم أعمى الله الأبصار عنهم فلم يستطع أحد أن يدخل عليهم، ثم ماتوا في هذا الكهف. فاختلف الناس هذا الملك الصالح ومعه على رأيين. الرأي الأول قال ابنوا عليهم بنيانا، يعني قفلوا القبر بحجارة، سدوا القبر وانتهى، خلوا هذا قبر لهم، هذا الكهف خلوا قبر لهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ شيخ القبيلة، الملك ومن معه، الوزراء: لنتخذن عليهم مسجدا. وبالفعل بنوا على قبرهم وعلى هذا الكهف مسجد. قد يكون هذا في ملتهم وشريعتهم جائز، لكن في شريعتنا وملتنا بناء القبور على المساجد هذا من أكبر الكبائر، وهو ذريعة موصلة إلى الشرك بالله والعياذ بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر في آخر حياته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاه: يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. هذه قصتهم باختصار. ويهمنا أيها الإخوة من هذه القصص، من قصص القرآن بل من القرآن كله، أن نتخذه منهج حياة لنا نسير عليه حتى نلقى الله جل وعلا. فإذا اتخذت هذا القرآن فلحت ونجحت وفزت في الدنيا وفي الآخرة. من أعظم الفوائد من سورة الكهف أو من قصة هؤلاء الفتية هو فضل التوحيد وفضل عبودية الله وحده ولا شريك له. ولذلك من أعظم ما ينجي الإنسان من المصائب ومن البلايا ومن الفتن توحيد الله وحده لا شريك له. إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام أراد قومه أن يحرقوه فرموه في النار. في الطريق إلى النار جاءه جبريل عليه السلام فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ لو أنني أنا وأنتم ماذا سنقول؟ إي والله تكفى، فكني من النار، أنت رايح للنار رايح، وأقول له تكفى افزع لي حتى لا أسقط في النار. لكن إبراهيم إمام الموحدين وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فجعل الله النار برداً وسلاماً على إبراهيم، لأنه لجأ إلى من؟ لجأ إلى قاضي الحاجات ومنفس الكروبات جل جلاله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. لجأ إليها موسى عليه السلام لما هرب هو وقومه من بطش فرعون وجنده، ثم وصلوا إلى شاطئ البحر، فنظر أصحاب موسى البحر من أمامهم وفرعون وجنده من خلفهم، فقال أصحاب موسى: إن إيش؟ لمدركون، خلاص ودركنا لا محالة. فتذكر موسى عليه السلام أن الله جل وعلا قد وعده هو وأخاه هارون وأخبرهم أنه معهم وأنه لن يخذلهم. ولذلك قال الله: لا تخافا، إنني إيش؟ إنني معكما أسمع وأرى. وإذا كان الله معك
فلا عليك من أحد من الخلق. إذا حفظك الله من الذي يضيعك؟ وإذا ضيعك الله من الذي يحفظك؟ إذا أمنك الله من الذي يخوفك؟ وإذا خوفك الله من الذي يؤمنك؟ فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الله أكبر يا إخوتي. الله الحفيظ سبحانه. فقال موسى: كلا، من الذي معي؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فوالله ما خيبه الله ولا خذله وحاشاه جل وعلا، فأمر موسى أن يضرب البحر بالعصا. وماذا تفعل هذه العصا في بحر من أعظم مخلوقات الله؟ لكنه الله جل جلاله القدير على كل شيء. ففلق الله البحر نصفين، ثم مضى موسى وقومه، وكأني بهم أيها الأحبة، وهم ينظرون إلى البحر عن يمينهم وعن شمالهم، ويرون المخلوقات في هذا البحر بأعينهم، ويرون الأرض يبسا من تحتهم. ثم ينجيهم الله جل وعلا، فيأتي موسى عليه السلام يريد أن يضرب البحر بالعصا، خلاص انتهى، خرج موسى وقومه، ما بقي إلا فرعون وجنده خلفهم. فأراد موسى أن يضرب، قال الله: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ثم أطبق الله البحر على فرعون وجنده، فأنجى الله موسى وقومه، وأغرق فرعون وجنده بكلمة إيش؟ كلمة التوحيد: كلا إن معي ربي سيهدين. لجأ إليها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام لما غاضب من قومه، ثم ركب في السفينة واضطربت بهم الأمواج وكادوا أن يغرقوا وأن يهلكوا، فقالوا: لا بد أن نضع أحدنا في البحر لينجو ومن بقي، لا بد أن نخفف من الحمل على السفينة، إما أن نغرق كلنا وإما أن نرمي أحدا. فعملوا قرعة، فجاءت القرعة على من؟ على يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ما معنى من المسبحين؟ تأتي يعني بمعاني كثيرة، من أعظم معانيها أنه أن التسبيح هو الصلاة. فكان يونس بن متى يصلي وهو في بطن الحوت، وكان يذكر الله ويدعو الله، فسمعت الملائكة نداءه وهو ينادي ربه: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات إيش؟ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى ربه بلا إله إلا الله، كان في ثلاث ظلمات: في ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. قالت الملائكة: يا رب، وهو أعلم جل وعلا، صوت معروف من عبد معروف، يعني هذا الصوت كنا نسمعه قبل، هذا الصوت ليس بغريب علينا، صوت معروف من عبد معروف. عرف الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله بعدها مباشرة فاء. إيش معنى فاء هذه؟ فاء هذه يسمونها عند العرب الفاء التعقيبية، يعني عقب نداء مباشر أجابه الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي
فروج المؤمنين. حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما قلنا لما لجأ إلى غار حراء، إلى غار ثور، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لرانا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر لا تحزن. لماذا؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. لا تحزن لماذا؟ إن الله معنا. الله أكبر. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يستجيبون لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلجؤون إلى الله في الشدائد بتوحيد الله فينجيهم الله تعالى. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية أيها الأحبة، أن الهداية بيد من؟ والهادي من؟ الله جل جلاله. والله جل وعلا إذا أراد أن يهدي شخصاً فلو اجتمع من بالسماوات والأرض على أن يضلوه لن يضلوه إلا أن يشاء الله. وإذا أراد أن يضل شخصاً بعينه فلو اجتمع من في السماوات والأرض على أن يهدوه لن يهدوه إلا أن يشاء الله. ولذلك من أعظم الأدعية التي يدعو العبد بها ربه: اللهم اهدنا فيمن هديت. وهذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه أجمعين لما سأله: ماذا أقول يا رسول الله في الوتر؟ فأخبره بالدعاء الذي تعرفونه في رمضان: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، إلى آخرها. ونحن في رمضان نقول: اللهم اهدنا بصيغة الجمع، لكن إذا صليت لوحدك فتقول: اللهم اهدني. الهداية هي نعمة من الله جل وعلا للعبد، وهي هبة يعطيها الله جل وعلا من يحب، يعطيها الله جل وعلا من يحب، ويصرفها الله جل وعلا من لا يريد أن يهديه ولا يحب. ولذلك وقف حبيبكم صلى الله عليه وسلم على رأس عمه أبي طالب في سكرات الموت وهو يحتضر، يريد أن يرد شيئا من الجميل لعمه أبي طالب، لأن أبا طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه وذب عنه حتى جاء إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقام عمه يساومه على دعوته فيقول: دع قومك وآلهتهم. فقال عليه الصلاة والسلام له في حديث فيه مقال: قال: والله يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين لن أتركه حتى يظهره الله وأهلك دونه. ثم ولى عليه الصلاة والسلام ودموعه على خديه عليه الصلاة والسلام، ظن أن أبا طالب سيخذله وسيترك يعني الدفاع عنه بل وقوف معه. فقال له أبو طالب قولته المشهورة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، واصدع وقر بذاك منك عيونا. فما كان أحد يستطيع أن يمس محمدا صلى الله عليه وسلم حتى توفي أبو طالب. لما وقف على رأسه في سكرات الموت يريد أن يهديه، يريد أن يدله، يريد أن يعينه على الهداية، يريد أن يرد له شيئا من الجميل، فوقف على رأسه وقال له: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عماه، قل: لا إله إلا الله. فنظر إلى أصحاب السوء، إلى عبد الله بن أمية وإلى أبي جهل، فقالوا: لا، على ملة عبد المطلب. فمات على ملة عبد المطلب. فقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم طمنه عليه طمنه الله جل وعلا وأخبره بأن الهداية ليست بيده وإنما هي بيد الله جل جلاله. فقال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه. في المقابل يأتي حبيبكم صلى الله عليه وسلم ويزور غلاما يهوديا من جيرانه. هذا الغلام يهودي كافر، ولو مات مات على الكفر وهو من أهل النار بلا شك ولا ريب. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فين؟ في نار جهنم
خالدين فيها أبدا. فوقف عليه الصلاة والسلام على رأس هذا الغلام يعوده ويدعوه إلى التوحيد، يدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر هذا الغلام إلى أبيه، أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر يهودي. فقال أبوه اليهودي للغلام لابنه: أطع أبا القاسم. طيب أنت لماذا لم تطع أبا القاسم؟ لماذا لم يطعه هذا الكبير الأب؟ لأن الله لم يرد هدايته، ولكن الله أراد هداية هذا الغلام. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم مات، فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام مستبشرا مسرورا، ثم قال: الحمد لله الذي أخرج هذا الغلام بي من النار وأدخله إلى الجنة. من الذي هدى امرأة فرعون في بيت فرعون؟ الملكة، زوجة الملك. هو كان يصد الناس عن دين الله، يصدهم عن الإيمان بالله، يصدهم عن رسالة موسى عليه السلام، يشوه صورة الدين. فتسللت الهداية إلى قصره، بل إلى غرفة نومه، فهدى الله زوجته آسيا بنت مزاحم، آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها، فكانت سيدة نساء العالمين. فجاء فرعون لما علم بإيمانها أراد أن يصدها عن دينها، فجعل صخرة عظيمة فوقها، وأمر جنوده فأوثقوا يديها وأوثقوا قدميها، ثم هددها إما أن ترتد عن دينها وإما أن يضع الصخرة فوقها فيقتلها. فنظرت إلى السماء فنادت ربها، فماذا قالت؟ الشيخ يقول: رب ابن لي عندك، وأنت تقول: رب ابن لي بيتا عندك. أعطونا الجواب الصحيح. ها، بيتا ولا عندك بيتا؟ ما الفرق بين، لا، اختارت الجار قبل الدار. قالت: رب ابن لي عندك، وبعدين بيت ملحوق، بس أهم شيء يكون عندك يا رب، واحد من حبائبك ومن أصحابك ومن جيرانك، كنت أنتوا يا عايشين طول حياتكم. فجأة قال: والله ما عاد أبغى جدة، بنقول مكة، خلاص ضاقت الدنيا بك. إيش تقول؟ ودوني بجنب فلان في مكة، في عشة، في صندقة، في شقة، أمشي إني أكون قريب منها، أكون جارة. هذه أيضا ولله المثل الأعلى، اختارت جوار الله جل وعلا، فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فأراها الله قصرها وهي لا زالت في الأرض، فضحكت، فظن فرعون أنها جنت. ثم قبض الله روحها، فوضع فرعون الصخرة على جسد بلا روح، وروحها قد صعدت إلى بارئها إلى أعلى درجات الجنة. من الذي هداها؟ الهادي سبحانه. من الذي هدى ماشطة بنت فرعون؟ هذه خادمة كانت تخدم في بيت فرعون، وكانت تمشط بنت فرعون، فسقط المشط على الأرض، فقالت الخادمة: بسم الله. فقالت بنت فرعون: الله أبي؟ فقالت: لا، بل ربك ورب أبيك. وهذه البنت قد تربت على أن أباها هو الله تعالى الله، لأنه كان يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: أنا ربكم الأعلى. فظنت أن أباها هو الله تعالى الله، فذهبت إلى أبيها وأخبرته بالخبر، فجاء بهذه الخادمة وبزوجها وأبنائها، وصنع لهم قدرا، أو جاء لهم بقدر من النحاس، وضعوا فيه زيتا وأوقدوا عليه النار، وقام الزيت هذا يغلي، ثم جاء بزوجها ووضعه في القدر، فأضفت عظامه على سطح الزيت، وأبت أن ترتد عن دينها. ثم جاءوا بأولادها واحدا تلو الآخر، يضعهم فرعون وجنوده أمام عينيها، فأبت أن ترتد عن دينها، وأبت إلا أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، حتى لم يبق معها إلا طفل رضيع ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فلما أرادوا أن يأخذوه منها رق قلبها له وأشفقت عليه وكادت أن تجيب، ففتح الله لها أسباب السماء، لأن قطعت الآن أسباب الأرض، خلاص ما عاد في حل، سيرمونا، وتلكأت وترددت، فأرسل الله إليها معجزة، فأنطق الله هذا الرضيع الذي لا يتكلم، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فتكلم وسمعت كلامه وهو يقول: يا أمه اصبري، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فعلمت أنها على الحق، فثبتت وصبرت، فرماها فرعون وجنده في القدر، فصعدت روحها إلى بارئها. يقول عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي فشممت رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون.
صبرت قليلا وأجرت كثيرا. السحرة اسمهم ايش؟ سحرة ايش؟ سحرة فرعون، كانوا في الصباح سحرة كفرة فجرة، وأصبحوا في المساء ايش؟ شهداء بررة. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اسمعوا ماذا قال فرعون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. على كيفك أصلا الهداية بيدك أصلا حتى تأذن ولا ما تأذن؟ الهداية بيد الله ليست بيدك ولا تستطيع أن تملكها. آمنتم به قبل أن آذن لكم. الهداية ليست بإذنك وليست بمرادك، إنما هي بمراد الله جل جلاله. من أعظم الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة العظيمة، قصة أصحاب الكهف، هو البعد عن الفتنة وعدم التعرض لها. أي فتنة تأتيك لا تقل أنا لها، لا تقل أنا سأصبر، أنا سأثبت. لا تعلم عن نفسك ولا تثق في نفسك. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يأتي إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه مجمعين فيقول أسألك بالله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ من الذي يقول هذا؟ عمر لم يأمن على نفسه من الفتنة، وهو عمر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أكثر من موقف. فقال لا والله، والله لا أخبر أحدا بعدك. فانظر إلى خوفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقعوا في الفتنة. ولذلك لا تأمن على نفسك من الفتنة. انظر إلى هؤلاء الشباب لما خافوا على أنفسهم من فتنة الملك الكافر، ماذا فعلوا؟ هربوا منها، هربوا منها ولجأوا إلى الله، فآواهم الله جل وعلا وعصمهم من هذه الفتنة، سواء كانت فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الإنترنت الموجود الآن، فتنة قنوات التواصل سناب شات، تويتر، اليوتيوب، غيرها. لا تقول أنا جنتي وبستاني في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ ثم ما تلبث أن تقع في الفتنة. لا تقول أنا والله كالإمام أحمد ولا أنا كشيخ الإسلام ولا، لا تأمن على نفسك، فاهرب من الفتن، سواء كنت عالماً أم طالب علم أم عامياً أم كبيراً أم صغيراً، لا تأمن على نفسك من الفتنة مهما كانت. والذي يتعرض للفتن يقع فيها. يقول عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله إيش؟ العافية، وإذا لقيتموهم فاثبتوا. أيضاً من الفوائد العظيمة أيها الأحبة هو فضل الصحبة الصالحة. هل النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى صحبة في دعوته أم لا؟ والدليل في سورة الكهف، قال الله إيش؟ واصبر نفسك. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم يوصيه الله جل وعلا بالصحبة الصالحة. العلماء يحتاجون الصحبة، الصحابة كانوا يحتاجون إلى الصحبة الصالحة، العلماء الكبار يحتاجون، الرجل العامي الشاب يحتاج إلى الصحبة. من أكثر ما أوقع الشباب في الفتن وفي المشتبهات وفي الأفكار المنحرفة والوقوع في الشهوات وفي المصائب أصحاب السوء، أصحاب السوء. ولذلك وصية عظيمة من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا كانت الوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم فنحن أولى بهذه الوصية. كثير من الشباب الذين انزاغوا وظلوا وانحرفوا سواء فكريا أو سلوكيا، لما تأتي وتقابلهم أول سؤال تسأله ما الذي جاء بك هنا؟ تقابله في سجن، تقابله في دار أحداث، في كذا، يقول لك أصحاب السوء، نعوذ بالله. وجدت ثلاثة من الشباب في دار الملاحظة، طلاب في دار المتوسط، عليهم ممسوكين في قضية سلب وقطع طريق وتهديد الآمنين بسبب ماذا؟ الصحبة السيئة. ولذلك حذرنا عليه الصلاة والسلام من الصاحب السوء والجليس السوء. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فالصحبة الصالحة من أقوى أسباب الثبات في زمن الفتنة. صاحب الصالح يدلك على الخير، يعينك عليه، يأمرك بالمعروف، ينهاك عن المنكر. إذا رأى منك زللاً أو خطأً أو تقصيراً، شافك والله تتأخر عن الصلاة، إيش يقول لك؟ إن الله غفور رحيم. يا رجال إذا فاتت كل يوم لا تفوت. لا، يقول لك يا أخي أنا والله رأيتك تتخلف عن الصلاة وتقصر في الصف الأول بعدما كنت صالحاً مصلحاً. يا أخي أين كنت وكيف أصبحت؟
ينصحك، رأك تركت حلقات القرآن يأتيك ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر ويدلك على الخير، رأك خطأ حصل منك خطأ، نظرت إلى حرام، تكلمت بحرام، تشوشت أفكارك سلوكياتك، يأتيك وينصحك ويدلك على الخير ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. فلا أفضل من الصاحب الصالح في زمن الفتن يثبتك الله جل وعلا به. والإنسان بطبيعته مدني اجتماعي، يحب الناس ويحب الصحبة ويحب أنه ما يعيش لوحده، والذي يعيش لوحده لن يثبت. ولذلك لا يأكل الذئب من الغنم ليش؟ القاسية. وين القاسية هذه؟ تشرد الحالة تذهب لوحدها، فيترك الذئب الغنم كلها، يمكن يمخش هذه ويجرح هذه، لكن من يفترس؟ يفترس اللي راحت الحالة. فأنت إذا ذهبت لوحدك جاءك الشيطان وافترسك، والشيطان تروه له طرق ولها أساليب، وكلما وجدك لوحدك ليس معك صحبة ناس يعني يعينونك على الخير يدلونك عليه. الآن في رمضان يا إخوة تجد الناس كلهم يقرؤون القرآن، وتجد عندهم إيمانيات ويصلون ما شاء الله إلى ساعة ساعة ونصف. ليه؟ لأنه يرى الناس كلهم على الخير ويرى أقبالهم على الخير. وبعد رمضان أول يوم في العيد يخلي صلاة الفجر ينام، ثم بعدين تدور له في الصلاة الباقية الله المستعان. ليه؟ لأن الناس خفوا. فأنت بإخوانك بأحبابك بأصحابك يعينونك على الخير ويدلونك عليه. أيضا من الفوائد المهمة التي تجنبك بإذن الله من الفتن وكثرة الدعاء يا إخوة، كثرة الدعاء. انظروا إلى هؤلاء الشباب ماذا قالوا؟ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الله أكبر يا إخوة. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قالوا ربنا رب السماوات والأرض، يدعون الله يتوسلون إليه أن ينجيهم من الفتنة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دعوا ربهم فنجاهم الله. هل تستغني عن الله؟ لا أحد يستغني عن الله يا إخوة. من نحن بدون الله؟ إذا لم نلجأ إلى الله، إذا لم تتعلق قلوبنا بالله، إذا لم يثبتك الله، إذا لم يحفظك الله، إذا لم يهدك الله، من الذي يثبتك؟ من الذي يهديك؟ من الذي يحفظك؟ الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها جل وعلا كيف يشاء. ولذلك كان من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام في سجوده يا مقلب القلوب إيش؟ ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الدعاء دلنا عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله جل وعلا في كل صلاة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الله يثبتك بالدعاء، الله يحفظك. إذا رفعت يديك إلى الله جل وعلا وصدقت مع الله، الله جل وعلا لن يخيبك ولن يخذلك. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أيضاً يا إخوتي من أكبر أسباب الثبات أن تستجيب لأوامر الله وتنتهي عن نواهيه. إذا أتاك الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فماذا تقول؟ سمعنا وعصينا ولا سمعنا وأطعنا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تقولوا سمعنا وعصينا كما قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام. ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس استجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يصلي في أول ما فرضت الصلاة إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، ثم كان يقلب بصره في السماء، فقال الله جل وعلا له قد نرى تقلب وجهك في السماء. ماذا يريد عليه الصلاة والسلام؟ يريد أن يوجه الله القبلة إلى البيت الحرام، إلى مكة. قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم
فولوا وجوهكم شطرة. فقام عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية وصلى بالصحابة أول ما صلى إلى أين؟ إلى مكة في صلاة العصر في مسجده عليه الصلاة والسلام. صلى معه بعض أصحابه، ثم عاد رجل قد صلى معهم فوجد أهل قباء لا زالوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال لهم: أشهد بالله أن القبلة حولت. لو أنهم في عهدنا هذا ماذا سنقول؟ لا والله، لا بد نسأل، لا بد نستفسر، لكن حلف لهم بالله ولم يعهدوا الكذب في عهدهم. فمباشرة تحول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة، تحولوا إلى المسجد الحرام، فكانت أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخر صلاتهم إلى المسجد الحرام، حتى أن إمامهم شق صفوفهم وصلى أمامهم. فكانوا سبحان الله أصحاب استجابة مباشرة لما جاءهم الأمر. لما نزل تحريم الخمر قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كانوا يحبون الخمر وكانوا مولعين بشربها، لكن حب الله في قلوبهم أعظم من شرب الخمر، وكان الخمر مباحا لهم أن يشربوه، وجاءتهم الأوامر بالتدرج حتى جاء الأمر بالنهي، الأمر باجتناب شرب الخمر. فهل تردد الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، استجابوا لله مباشرة، حتى جاء المنادي ينادي: ألا إن الخمر حرمت، ألا إن الخمر حرمت، بعضهم قد حمل كوبا من الخمر ورفعه إلى فمه، فلما سمع المنادي ينادي رمى بالكوب، وبعضهم قد شرب شربة في فمه ثم لما سمع المنادي ينادي مجها وأخرجها من فمه، ولو بلعها ما أحد علم عنها، لكنه يراقب الله جل جلاله. وقاموا وكسروا دنان الخمر وقلال الخمر حتى أراقوها في سكك وطرقات المدينة. لما غُلب وهُزِم المسلمون في غزوة أُحد، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو أوحى الله إليه أن أبا سفيان ومن معه قبل إسلامه يريدون أن يعيدوا الكرة على المسلمين فيستأصلوا شأفتهم، فأمر عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني لغزوة أُحد بغزوة جديدة، غزوة حمراء الأسد أو حميراء الأسد، وأمر عليه الصلاة والسلام أن لا يخرج في هذه الغزوة إلا من قاتل معه بالأمس في أُحد. فجاءه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بجراحاتهم، جراحهم تتعب دمًا، وقد أصابهم من الهم والغم والحزن بسبب الهزيمة، وأصابهم من التعب والضنك والضيق شيء عظيم. فأرسلهم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الغزوة الجديدة، لم يتلكأوا ولم يترددوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما استجابوا لأوامر الله مباشرة، وذهبوا إلى غزوة حمراء الأسد، فقابلوا بعض العرب فقالوا لهم: إن أبا سفيان وقريش قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أين أصابهم القرح؟ في غزوة أحد. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ليش؟ لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا إيش؟ فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر يا أخوتي. فيجب علينا نحن كذلك أن نستجيب لأوامر الله والرسول حتى نأمن من الفتنة. إذا جاء الرجل الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فليقل: سمعنا وأطعنا، وليستجب لأوامر الله، فإذا استجاب فإن الله جل وعلا يحفظه ويثبته، يحفظه ويثبته جل وعلا، ويؤمنه بإذن الله من الفتنة أيها الأحبة. فالله الله في أن نستجيب دائما لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نأمن من الفتنة أيها الأحبة. لا يأمن أحدنا على نفسه من الفتنة، ومن أعظم العواصم
من الفتن لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترون هذه الآيات العظيمة يا إخوتي في سورة الكهف كيف أبحرنا معها وكيف تعلمنا منها هذه الدروس العظيمة، وفي جزء يسير من سورة الكهف وهي قصة هؤلاء الفتية. فكيف لو جعلنا هذا القرآن أنيسا لنا وجليسا لنا في كل وقت وتدبرناه؟ سورة الكهف نقرأها أو يقرأها أكثرنا يوم الجمعة، لكن من تدبرها؟ من وقف معها؟ من قرأ تفسيرها؟ من اتخذ له منهجا في حياته يسير عليها فيأمن بها من الفتن في حياته؟ قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يا علي إنها ستكون فتن. قال: يا رسول الله ما المخرج؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. التزام ولزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الثبات، لأنه إذا جاءك أمر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبحث عنه، وإذا جاءك فتنة تبحث عنه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتجد المخرج. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يرده إلى العلماء الذين يستنبطون هذه الأحكام من كتابه جل وعلا، من كتاب الله جل وعلا ومن سنته عليه الصلاة والسلام. فالله الله أيها الأحبة في هذا الكتاب العظيم، من أراد السعادة، أراد الفلاح، أراد البركة، أراد الخير، أراد سعة الرزق، أراد صلاح الأولاد، أراد انشراح الصدر، أراد الطمأنينة، فعليه بهذا الكتاب العظيم، لأنه كتاب من؟ أين شعر الشعراء؟ أين بلاغة البلغاء؟ أين أدب الأدباء؟ أين كلام المتكلمين من كلام رب العالمين؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا، اللهم اجعله شفيعا لنا في قبورنا، اللهم اجعله قائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، إخوانا على سرر متقابلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم احفظه وارزقه البطانة الصالحة هو وبطانته وإخوانه ووزراءه، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغالق للشر. اللهم من عادانا فعاده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن كادنا فكده. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، اللهم اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم وقوي عزائمهم، وامدهم بمدد من عندك يا رحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا ومن تعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.